طبعا عايزة أقول لكم وإحنا موجودين في الأردن في مهرجان جرش، أنت دايما بتشوف الأردن مليانة مهرجانات كتيرة جدا. بالصدفة دخلت الفندق لقيت نجم من نجومنا اللي بنحبهم جدا في مصر. مش بس كده، مش هو نجم كبير في العالم العربي، بس هو حبيب المصريين، اللي قدمه واللي عمله والسينما وجوده وتفاعله طول الوقت. سألته إيه ده أنت جرش؟ قال لي لا أنا جاي المهرجان تاني، لكن كانت فرصة إن إحنا لازم نسلم عليه ويطل على كل جمهور مصر من خلال برنامج التاسع. النجم والنجم الكبير وليد توفيق، مساء الخير. أهلا يا ست الكل، وحشتينا. حس إن إحنا قفشناك كده. ده من حظي إني أكون معاكي وأطل على التلفزيون المصري وأحيي جمهوري وحبايبي وعمار يا مصر. عمار بيكو وعمار بكل الناس الحقيقة اللي بتحب مصر. وليد انت موجود هنا اكيد في مهرجانات كتير بتعمل، بس كلمني على جرش. يعني اول مرة جرش كانت سنة كام؟ 87 88 87 كان مهرجان لا ينسى ابدا. وطبعا جرش من اهم الاماكن في الاردن اللي واحد ممكن يقدم فيها فنه، وبتبقى بالسي في بتاعه زي بيت الدين، زي دار الاوبرا في مصر، زي جرش، زي كرتاج. الأماكن دي اللي الفنان يتمنى دايما أنه يتواجد فيها ويطل من خلالها مع الجمهور. ده جمهور أنا بعتبره هو ده الجمهور اللي لازم ننحني أمامه. ليه؟ يعني بيجي بيقعد على سمنت، بيقعد ساعات عشان يشوف. أيوة. فده مش ممكن نقدر. بس هو وهو بيقعد في جرش، خلينا نقول للناس، هو قاعد على حجر كله تاريخ. طبعا تاريخ، لازم يكون المطرب الموجود قد التاريخ. ده تاريخ طبعا، عز وكرامة، انما لازم انا انحني قدامه. لا جاي ياكل ولا يشرب، ده جاي يسمع وينبسط ويكون سعيد. وليد يعني انت بتقول لي البداية كانت في الثمانينات، في الثمانينات ده كان عز وليد توفيق سينما اغاني، فالناس بقى كانت بتطلب منك اغانيك السنجل واغاني الافلام، كانت عندك كمان ليها شعبيه كاسحه. شوفي لن انسى انا مهرجان قرطاج لما تبرعوا الشعب التونسي، لن انساه في حياتي. 40 ازازه دم تبرعوا فيها بالحفل عشان يخشوا الحفله، ودي لوزاره الصحه مش لي انا، لكن انا خفت يوميها، افتكرت حصل مشاكل، وطلع الرئيس حكى على التلفزيون انه تتبرعوا لفنان بتحبوه، ما تتبرعوش لتونس. لكن هو كان التبرع بيحصل عندهم حوادث كتير على الطرقات في ايام الصيف، فده لن انسى هذا المهرجان. مهرجان تاني في الجزائر لما حملوا السياره، ودي حصلت بس مع عبد الحليم الله يرحمه، انا عيطت دمعت. والمهرجان الثالث اللي هو كان جرش، هم ورا بعضهم كانوا ايام افلامي وايام اللي كانت الدنيا مليانه أغاني وليد توفيق الحمد لله، وأنا بشكر ربي أني مستمر لغاية دلوقتي. طيب وليد قول لي أنت يعني دخولك السينما وأنت من المحظوظين من النجوم اللي قدروا يعملوا أفلام سينمائية في جيلك وبعد جيلك بكتير ما كانش عندهم الفرصة دي. لا، ومع مين؟ قد إيه أنا محظوظ فعلا مع كبار نجوم مصر طبعا، اللي هم كانوا نجوم على كتفي أنا، وهم أعطوني هذا القدر من القيمة الفنية. لأنه أنت لما بتشتغلي مع ناس كبار بتكبري، اشتغلي مع الصغير بتصغري، مع احترامي للناس كلها. فأنا كان حظي قوي أني اشتغلت مع كبار المخرجين، بركات، حسن الإمام، محمد سلمان، فريد شوقي، مديحة يسري، تصور لي كنت أحلى ما أشوفها، مريم فخر الدين، فكل الناس دي، سعيد صالح، مش عايز أنسى حد. الجيل الصغير كان أثر الحكيم وليلى علوي، كان وشي عليهم حل الحمد لله، ولغاية دلوقتي أغانيهم بتتذاع. فأنا كنت من الناس المحظوظة فعلا. ما جربتش خالص الدراما؟ يعني زي ما نجحت في السينما كان ممكن تنجح في الدراما. يعني أنا بتصور حتى أنت دلوقتي تقدر تعمل مسلسلات درامية لو تعرض عليك عمل مع مصر، وإنك تعمل دور في الدراما تعمله؟ في فيلمين عمل فيهم دراما شوية، هي من يطفئ النار لما ضربوا بلدي لبنان وغنيت أغاني زينب، والدراما الثانية كان بفيلم قمر ليل مع ليلى علوي، عفوا مع أسار الحكيم، هنغام لما بسيب مامتي وبروح بعيش مع الرقاصة. دول كان فيهم، لكن أنا نعرض علي اسم الله عليك مسلسلات، أقصد دراما مسلسلات، ربيت دي، فقالوا تعالى عايزينك بقى تعمل أدوار بس ما تغنيش. أنا ما رضيتش، أنا بحس الفنان ده، ودي أنا تعلمت من عبد الحليم لأنه عرضوا عليه كتير أفلام أنه ما يغنيش. أنا بحس المطرب الناس، حتى قال عبد الحليم أنا ما نجحتش كممثل، أنا نجحت لأن الناس بتحبني، وكانوا يدخلوا السينما عشان يشوفوا عبد الحليم ويسمعوا أغاني عبد الحليم. فأنا خفت أني أعمل دراما أو أي تمثيل
من غير ما اغني. يعني بس تقبل انك تعمل تمثيل في مسلسلات لو هتغني؟ اه طبعا. يتعمل دور يعني يبقى لاقي عليك انك تغني يعني. هما بيهربوا ليه مش عارف من مسلسلات الغنائيه؟ انا مش عارف ليه. يعني عندك حياه محمد فوزي طبعا. عندك حياه فريد الاطرش. عندك ممكن تعمل دور فريد الاطرش؟ اكيد يشرفني. تعمل تبقى انت شاعرنا الكبير استاذي وحبيبي لما قعدت بلحن معاه ادوب ادوب في دباديبه، فاكرها؟ ايوه طبعا. فقال لي الاغنيه دي انت اخترتها ليه؟ قلت له ما اعرفش حسيت لوني. قال لي دي ابتدى فيها يلحنها فريد عندي في البيت هنا. فانت في كتير حضورك عودك مجيك على مصر كل ده بيفكرني بفريد الأطرش. ايوه فممكن تعمل يعني تعمل سيره ذاتيه عن فريد. طب ما نغني حاجه لفريد كده صغيره لاننا بنتكلم عليه قوي. راح بقول له اغنيه بقول فيها فوق غصنك يا لمونة لا اكتب بدمع العيون روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا اللي لومونا. الله الله عارف قوي. هو في زي فريد تليق عليك جدا وانت قاعد كده. انا متخيلك لو بنعمل مسلسل عن فريد الاطرش والعود معاك لا ينفع جدا تعمله. نفسي اعمل يا محمد فوزي اللي بعشقه طبعا واللي كان بليغ يندهلي باسمه دايما اللي بتفكرني بفوزي. ايوه وبليغ له افضل عليا كتير. خلينا نقول انه وليد توفيق جاهز لمسلسل ممكن يعمل شخصيه محمد فوزي او فريد الاطرش. هنغني لفوزي بقى. يبقى نقول لفوزي حاجه. اه على فوزي. مالي القمر ماله ما جيناش على باله. مالي القمر ماله ماله ما جيناش على باله. مالي القمر ماله. الله الله الله. الغنى الغنى ده كنوز يعني كنوز موجودة في مكتبتنا العربية الكبيرة يعني. وليد توفيق الجديد اللي بتعمله أنا شايفة شقاوة وكليبات وحاجات حلوة كده تهديها لنا برضو. أنا ههديك أغنية لسه مخلصة دلوقتي مصورة في الجونة اسمها الجو الحلو ده. أو رحت الجونة اللي هي أحدث الأماكن اللي موجودة في مصر. بحبها قوي وبحب المية هناك وبحب الناس اللي هناك. صورت بسوما بي أغنية اسمها الجو الحلو ده. والأغنية دي أنا عملتها خصوصي للمكان هناك. كان عندي حفلة انتخاب ملكات جمال قلت فرصة جبت معايا 24 ملكة في الفيديو وهنشوفه مع بعض. طبعا أنت متجوز ملكة جمال من حقك على فكرة يعني حقك جدا يعني. طيب كمان عايزة أعرف يعني وليد عندك حفلات في مصر هنشوفك فين؟ إيه الحفلات اللي جاية؟ أنا عندي الفحيص هنا في الأردن، عندي في بيروت مهرجان في الشمال وفي بيروت، عندي في مصر مهرجان القلعة دار الأوبرا إن شاء الله آخر الشهر. بتحب محكى القلعة؟ بحبه. والناس بتيجي على طبيعتها وعفويتها بحب الناس دي لأنه دي ناس أولا ما تقدرش تروح الأماكن الغالية فبيبقى لقاء بيني وبينهم لقاء ودي لقاء حب. بحب الشعبي، أنا بحب الناس الشعبيين، بحب ألتقي بيهم دايما لأنه مع احترامي للناس كلها طبعا بيبقى عندهم صدق، بيبقى واقفين عيني على رجليهم زي ما قلت لك مستنيين الفنان. وشويه الغنى اللي انت بتهديه لهم بيبقى زي نسمه صيف حلوه. طبعا 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 ان شاء الله هنكون منتظرينك ان شاء الله في القاهره وعلى وعد انك تشرفنا في استوديو التاسعه ان شاء الله وانت موجود. وانا عايزه اسيبك كده تغني للجمهور المصري من اغانيك اللي هم مرتبطين بيها اللي بيحبوها. هسيب لك المايك وانت بقى هتعيش مع نفسك. وانا بشكرك جدا ونورتني في التاسعه. انا اللي ساعدني اكون معاكي وانا ما بحبش اغني من غير عود طبعا عشان خاطر عيونك. هقول لهم اغنيه بيحبوها قوي. تيجي نقسم القمر انا نصي وانت نص، تيجي نرسم على الشجر شافكي وليد وبس. وليد توفيق نورتني وان شاء الله في انتظارك في القاهره قريبا باذن الله. بشكرك.